بعد أن بدأت الاحتجاجات المطالبة بالقضاء على الفساد وتحسين الحياة المعيشية في العراق منذ الثلاثاء الماضي، كشفت الحكومة العراقية عن حصيلة صادمة لضحايا هذه المظاهرات في مختلف مدن البلاد خلال الأيام الأربعة الماضية. والتفاصيل معك حمود. إذن هبة، وصل عدد قتلى الاحتجاجات في العراق على مدار الأيام الأربعة الماضية إلى 100 قتيل حسب ما أعلنت عنه الحكومة العراقية، فيما ترجح مصادر طبية احتمال ارتفاع هذا العدد. عدد الجرحى خلال المظاهرات تجاوز 4000 جريح أيضا، وذلك وفق ما أعلنت عنه لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي. من بين القتلى مشاهدينا 6 عناصر من الشرطة العراقية على الأقل قتلوا خلال المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد وعدة مناطق جنوب البلاد. يأتي ذلك إذن بعد أن دعا الزعيم الشيعي مقتدى صدر الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة. رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمر أيضا برفع حظر التجول في بغداد، إلى أنه لا يزال حظر التجول ساري المفعول في مناطق أخرى تشهد هي أيضا تظاهرات في الجنوب العراقي. الأمم المتحدة دعت من جانبها السلطات العراقية إلى التحقيق بشكل سريع وشفاف في مسألة استخدام قوات الأمن القوة بحق المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل العشرات. أيضا يذكر أن الاحتجاجات اندلعت في العاصمة العراقية بغداد يوم الثلاثاء الماضي، وذلك احتجاجا على الفساد والبطالة وغياب الخدمات، قبل أن تمتد إلى عدد من المناطق وتتطور إلى اشتباكات مع قوات الأمن.